أنا بكم مجدداً. دعا المشاركون في النسخة الثانية من المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية الذي نظمه مجلس المستشارين الاثنين إلى إعادة بناء المنظومة الوطنية للحوار الاجتماعي. فقرة جولة العواصم تستضيف المحلل السياسي إدريس العيساوي الذي يسلط الضوء على مسار مؤسسة الحوار الاجتماعي في المغرب والمطلوب من أجل إرساء حوار اجتماعي مستدام مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين. لنتابع. تعتبر مؤسسة الحوار الاجتماعي مسألة حيوية بالنسبة لأي تشكيلة اجتماعية معينة، وبالنسبة للمغرب الذي عرف تطور آليات الحوار الاجتماعي على أكثر من عقد، حيث شهدنا تأسيس مؤسسة مجلس تتبع الحوار الاجتماعي إلى أن وصلت الأمور إلى وضع آلية لتدبير هذا الشأن بشكل معقل وشكل مؤسساتي. شهدنا على أنه في مرحلة معينة تمت هذه المؤسسة من خلال اتفاق بين كل أطراف، جعلت من تطوير العلاقات الاجتماعية داخل المنشأة الاقتصادية وخارجها مسألة ممكن التداول حولها وكذلك التفاعل معها. لكن إذا بقيت الأمور تتدبر بشكل عشوائي، وكذلك إذا تركنا كل فاعل في على طرفي النقيض من الآخر، فتكون الأمور تذهب نحو انسداد الأفق وعدم تواجد إمكانية الحوار بين هؤلاء الفرقاء. شهدنا كذلك في التجربة الحكومية السابقة على أن الحكومة والأطراف التي تدخل في إطار هذا النقاش وإطار هذا الحوار وصلت إلى بعض الأنفاق المسدودة، لكن أعتقد بأنه من الضروري أن نمأسس ذلك من خلال الحوار المفتوح والحوار الدائم الذي يراعي قبل هذا وذاك المصلحة العليا للوطن، وخصوصا تدبير المؤسسات لهذا النوع من الحوار، لأن الحوار هو الوسيلة الفضلة والوسيلة المثلى لتدبير هذه العلاقات، حتى نجعل من دور النقابة أو المركزيات النقابية دورا فاعلا، ودور المقاولة المواطنة دورا فاعلا، وكذلك نتعامل مع ما هو متاح من إمكانيات لتحسين ظروف العمل وتدبير العقلاني لهذه العلاقات داخل منظومة يتفق عليها، وهذا أمر في متناول اليد، شريطة أن تتوفر العزيمة السياسية والعزيمة لدى كل الفرقاء من أجل الذهاب قدما نحو تأسيس مجتمع يرعى الحوار كفضيلة وكآلية لتدبير الاختلاف بطبيعة الحال، ولكن كذلك للذهاب قدما نحو بناء مجتمع متراص يحكمه التضامن الفاعل بين كل مكوناته.